شاهدين اهلا بكم من هذا البث المباشر، وموجودين النهارده مع استاذ محمود طبعا لاصحاب الجدل وموضوع الزواج واللي حصل في ليله الزواج. بس تعالوا سكوا بس عشان نسمعكم. بالمره ندعم الناس اللي بتحبنا وبتكتب لنا اشعار، الناس اللي دخلت تحيينا وتدعي لنا بالخير. وانا زي ما قلت وافضل قلت لهم، لو في واحد بس دخل يشكرني على اللي انا عملته ده هكرره مليون مره. ولو دخل الوطن العربي كله يهني ويتطور في حقه، وده مش من حقه اصلا. فانا كلام كويس، والحمد لله رب العالمين في اكثر من حد ردتنا امل في بكره، وهننتظر فرج ربنا وعوض ربنا. ربنا يجعلنا يا رب رمز للامل والامان للناس ان هي تعيش طول عمرها مش يأسة ان ممكن تقابل العوض بتاعها وتشوف الخير وتشوف العوض وتشوف الرزق. وكل واحد يقابل النص التاني بتاعه اللي يقدر يعمل معاه واحد. صحيح صحيح حبيبي، حضرتك لما قلنا ما قلنا لا بقى. انا والله العظيم انا خدام، وانا عمري ما وعدت بوعد وقصرت فيه او بدأت في كلامي، وانت عارفه ده كويس. الانسان فينا كلمه، وانا الحمد لله رب العالمين ان انا عمري ما اخترت على حاجه. يوم ما قلت لك انا هعمل لك اللي ما اتعملش لحد قبل كده ولا حد هيعرف يعمله بعد كده، اللهم لك الحمد. رغم غرابته وعدم تقبله في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، او فرحه الناس السويه، الناس اللي عندها صفاء ذهن، الناس اللي عندها متصالحه مع نفسها، الناس اللي بتحب الحب، الناس اللي عايزه تتعلم الحب، اللي دخلت تدعمنا، يا ريت نتجوز كمان مره وكمان مره وكمان مره. بس هنستنى بعد العظيم الصديق العزيز. كلمني النهارده، انتوا جايين تعملوا ايه النهارده عشان نقول للناس؟ انا ما فيش من فتره المدام بس كانت قاعده عندها، يعني انت عارف الحريم بيحبوا دايما يظهروا في افضل صوره وفي اعلى صوره، وهي خصوصا كمان حتى عند المدام. انا زي ما قلت في علم الاضراب هي مواليد نجمها 2 منظر تمثال يونان، هي عشق الفخامه وحب الظهور في افضل شكل، بتحب تكون رقم واحد في اي مجتمع تكون موجوده فيه. هي عندها بعض الحاجات كده عايزه تظبطها زي معظم الحريم، اللي هو البوتكس والفيلر والحاجات اللي بيعملوها دي. اكيد الدكتور قال لكم مثل الناس، مثل الناس. انت مش زي الناس اساسا. جاي تعملي ايه النهارده؟ لا بدي احاول اشيل التقطينه وما قبل الدكتور هذا اشوف كيف يعملي احسن طريقه بحيث انه تبقى طبيعيه. اول مره انا هل انت بمناسبه الحظوظ انت محظوظ بيها؟ انت حضرتك لا، انا بسالك انت، انت اللي هترد على الناس. طبعا الناس شافتك وانت بتبوس رجل زوجتك يوم ليله زفافها، وكان حدث يعني ناس ما شافتوش قبل كده. يمكن كانت لقطه جديده على الشعب المصري، ولكن شفت اللقطه ازاي؟ وهل فعلا يعني قول لي اللي جواك، انا عايز اعرف اللي جواك. اللي جوايا في كل لحظه شعورك ايه وانت بتعمل كده؟ في كل لحظه بتعدي عليا بتاكد ان انا اتصرفت صح، انها كانت تستاهل اللي اتعمل لها ده وزياده شويه، وكان قليل عليها كمان. والكل تنبا وقال لك وعملوا مقارنه سريعه بين فلان وفلان اللي هم اتجوزوا وعملوا فرح اسطوري، وبعد فتره حصل انفصال، ربنا يا رب يكفينا شره. وبعد كده عملوا برنامج في رمضان، انا مش عايز اقول اسامي خالص، بس اكيد جمهوركم والمتابعين عارفين احنا بنتكلم على مين او الشره رايحه فين. زي كل الساده الافاضل الاساتذه اللي صرفونا في البرامج التلفزيونيه عملوا المقارنه دي على طول. في حد غيرك عمل فرح اسطوري والعروسه سجدت على الارض وعملت وسوت، وبعد شهر كان في طلاق، وبعد كده ما عداش فتره بسيطه صدفوا في رمضان شهير، عملوا مشاكل وصرخوا وصوتهم وكان كل واحد فيهم قابل عذرائين الموت. فانا ان شاء الله انا سعيد جدا ان انا قابلتكم، وانا اللي هدور عليكم بعد كده عشان تقابلونا في اي لقاء، عشان باذن الله تعالى كل ما بيعدي علينا 24 ساعه احنا لسه بنحب بعض ولسه بنحاول نسال بعض. حسيت بايه واستاذ محمود بيعمل كده ليله الزفاف؟ يعني والله هو فاجئني فيه وكنت اسعد انسان. يعني البدايه الفضل قال لي ما فيش فيه. هذا تقدير لي، انت تستحقي التقدير هذا اللي صار. شفت الوطن العربي كله بيتكلم على اللقطه ديت، شفتيها ازاي؟ صرنا حديث عام، يعني حديث عام بين الناس، ناس بايديه وناس، يعني في كثير ناس سوريين قال لي انت بكرم الاستاذ محمود لك اكرمتينا نحن من بعد الاضطهاد، من بعد الحرب اللي صارت عنا، من بعد التشتت اللي صار عنا، انزلينا كثير، يعني رديتي
اعتبار كرامتنا بيننا وبين حالنا، لما هو الرجال رد اعتبار كرامتك قدام الناس. شايف قصة حب ما بينكم وانتوا الاثنين، قصة اتحكى عنها الناس الفترة الأخيرة. هنسجلها بأحرف النور على مر الوقت، وربنا يدينا العمر عشان اسعدها وعوضها عن اللي فاتها، وكل يوم هيعدي علينا هيأكد ان احنا لو كنا بنعمل ترند ولا هنعمل زي غيرنا، هنتجوز الصبح ونطلق اليوم، وكل يوم يبقى على صفحات التواصل الاجتماعي ان احنا عايزين نركب الموجة. لا، احنا هنأكد للناس ان احنا حبينا بعض، كل واحد فينا تلاقي عند التاني اللي ناقصه، وباذن الله باذن الله ربنا يبارك لنا يا رب ويجمعنا بخير وما يدخلناش شر خالص. كل 24 ساعه تعدي علينا هتاكد ان ده كان حب. شايف فيها اللي انت كنت محتاجه؟ الواحد صحيح. الواحد صحيح. ايه قصه الواحد صحيح؟ الله يفتح عليك. الواحد صحيح ده حضرتك ودي رساله لكل الشباب اللي عايز يتجوز. الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. ان بني ادم يعتقد ان هو كامل يبقى بيضحك على نفسه. انه هيقابل الانثى الكامله برضه يبقى بيضحك على نفسه. كلنا عندنا نقائص وكلنا عندنا دفوهات. المفروض عليك لما تقابل حد وتقول له على ايه اللي ناقصك ويقول لك انا قادر استحمله عشان بحبك، يبقى هو ده الشخص اللي هيكملك. الواحد صحيح دي معروفه، نص ونص بيكملوا بعض. لما تقابل واحنا بنسميها ايه، انت لقيت النص الثاني بتاعك كملته هو لاخره، لما نبحث في عقول بعض يعني ازاي نقدر نكمل بعض علشان لما نختلف بعض نكون بالفعل في المكان الصحيح. واحد صحيح ازاي بيستمتع ويمتع زمان. انت الشخص المناسب اللي بتستحق تكون بحياتي، بتستحق انا ضحي لك بكل شيء. كيف يعني؟ هو نفس القصه لكن بايد هيك ولا بشكل. كان زماناتها في فيلم لادم وحنان اللي رقصني تحت المطر، هو عمل نفس اللقطه معي، لفتني قدام الناس قال لي نورتي حياتي، نورتي بيتي، انت اللي كنت عم تدور عليكي من زمان. ولسه الاستاذ جان تقول لكم ان انا مؤلف روايه بتنبأ فيها بمصير مصر والعرب والعالم من 1950 حتى 2050، ختمتها بقصه حب اسطوريه ما بين راجل يقترب من الستين من عمره وانثى في مطلع الاربعينات هيتقابلوا بتتكلم بلاكي. استاذ محمود دكتور وائل جاهز. حاضر يا فندم، خلص معايا. ممكن تتفضل يلا. خلص مع الجماعه. لا انا ممكن خلص بس مع الجماعه بتعرض الدنيا. فانا اول اللي انا قالها قبل ما نخش على الدكتور وقال كمل النقطه، اول ما رحنا البيت فتحت لها الروايه. طب ممكن نقوم، ممكن نقوم واحنا بنتكلم انا بس هدخل معاكم كده يا جماعه بعد الجواز واثاره الجدل على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، وبعد ما باس رجل زوجته النهارده. ده احنا جايين معاكم بقى النهارده. جاي يعمل ايه؟ النهارده في روبوتكس، النهارده في روبوتكس بعد الخلخال، بعد ما باس رجل زوجته جاي. انا الاول هدي حاجه بس يا رب ان ربنا يبارك لنا في العاديه، ولما حد قال لي عندي ربنا يبارك لكم بعض. جايين يعملوا دكتور نار. نعم بعد الجواز بقى حد كده من السليبرتيز كده مشاهير. يا رب تشتري معانا. الله يسلمك يا رب. تمام؟ والله تمام. شوفي الجواز؟ تكملي شويه. ما ينفعش نترك. الله اكبر. احنا عندنا في مصر كده ما اعرفش ليه الدنيا معكوسه، بس احنا كده خلاص كده. لا ما ينفعش، اصل ما ينفعش نتفارق ساعه يعني. الله اكبر. الله يسلمك يا رب. بعد قصه الحب دي بقى هتروحوا فين تاني وهتودونا معاكم لفين؟ انتوا هتفضلوا ورانا في كل حته. احنا خلاص يعني بقت رومي وجولييت مصر دلوقتي. عشان اهتمامك بالحاجز ان احنا كده في مفاجاه كده بقى في الساحل الشمالي. في مفاجاه، احنا النهارده عرفنا ان انتم موجودين النهارده هنا، فحبينا ان احنا نيجي. في احلى من كده هديه ليكم عشان تعبكم
عشان خاطر الدكتور بس يا ربنا يبارك لنا فيك يا رب ان شاء الله. جهزوا الشنط واحد من المحطات اللي تشتغلوا فيها والصفحات اللي تشتغلوا فيها، جهزوا البوكت ماني. واحنا يا دكتور انا نازل نشوف بقى بعد الفيلر وبعد البوتكس ايه اللي هيحصل من روميو وجولييت اللي اصابوا الجدل على السوشيال ميديا الفتره الاخيره. كنا معكم من هذا البث المباشر مشاهدينا مشاهدي موقع منصه بوبي ميديا من هذا